السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومتأخرة على قناتكم بحبك يا بلادي. وانتهى معسكر اللاذقية والحمد لله على خير. معسكر المنتخب السوري الأول للرجال اللي كان موجود في اللاذقية انتهى، وكان آخر يوم فيه امبارح يوم أمس. وأدي بعض من الصور أمامكم، الكابتن نبيل معلول وواضح على وشه إن هو حزين على ترك اللاذقية، لأن هو كان معجب جدا بجو اللاذقية على عكس ما كانت الناس بتقول إن الجو فيه رطوبة. أيضا الكابتن نبيل معلول وسط اللاعبين في اليوم الأخير أمس، حسين جويد، مرديك مرديكيان، يوسف قلفة، علاء الدين الدالي، محمد المرمور، وأيضا الكابتن فراس معلة أو السيد فراس معلة رئيس الاتحاد الرياضي العام كان حاضرا أمس في اليوم الأخير من معسكر اللاذقية، وكان معه وفد أعتقد من الاتحاد الرياضي العام، الكابتن نبيل معلول والكابتن ضرار الداوي. واللي عندنا النهاردة مفاجأة بخصوص الكابتن ضرار الداوي، النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها، واللاعبين، وأخيرا صورة للكابتن نبيل معلول واقفا ومتأملا من بعيد الأيام المقبلة والمعسكر المقبل. المعسكر المقبل بإذن الله إن شاء الله للمنتخب السوري الأول للرجال سيكون في دمشق. على الأغلب النهاردة مش هيكون في معسكر للمنتخب السوري، وده من وجهة نظري يعني، ولكن أعتقد أن من غدا إن شاء الله هيكون في معسكر جديد للمنتخب السوري الأول للرجال، وده تم الإعلان عنه يعني في دمشق بإذن الله. طبعا كان في ناس كتير تتأمل أن المعسكر يكون في محافظات سورية أخرى، ولكن الكابتن نبيل معلول حدد بعض من الأماكن: دمشق، حلب، اللاذقية، وحمص. هم دول الأربع أماكن اللي وقع اختيار الكابتن نبيل معلول عليهم. أيضا أمس وأول أمس كان هناك عدد طيب من التصريحات سواء للسيد عبد القادر كردغلي أو للسيد حاتم الغايب، تصريحات مهمة جدا جدا عن الأيام المقبلة للمنتخب السوري الأول للرجال. ويمكن أنتوا عارفين أن المنتخب السوري إلى الآن الكابتن نبيل معلول بيركز على العامل البدني، المعسكر المقبل في دمشق بإذن الله هيركز على العامل الفني تمهيدا لمباريات للمنتخب السوري الأول للرجال، ولكن ليس كمنتخب ولكن كفرق. هناك فكرة الآن مطروحة داخل الاتحاد السوري لكرة القدم من السيد عبد القادر كردغلي رئيس لجنة المنتخبات ومدير المنتخب السوري الأول للرجال، بطرح ما يسمى بدوري النخبة، دوري للنخبة، أي دوري يجمع الست فرق الأولى في الدوري السوري الممتاز. وأكيد أنتوا عارفين طبعا أن الدوري السوري الممتاز انتهى بتتويج التشرين بالمركز الأول برصيد 59 نقطة، ثم الوثبة، ثم حطين، ثم الجيش، ثم الوحدة، ثم الاتحاد، ثم أخيرا الشرطة. طبعا أول ست فرق ليس فيهم الشرطة، مع أن في اتنين من لاعبي الشرطة اللي هم محمد البري ومحمد كامل كواية موجودين مع المنتخب. أول ست فرق سيشاركون بإذن الله إن شاء الله في الأيام المقبلة، والأمر ما زال مطروح تحت الدراسة، يعني الأمر مش أكيد، تحت ما يسمى بدوري النخبة. والسبب في هذا الأمر هو إعطاء مساحة للاعبي المنتخب السوري الأول للرجال لممارسة ما سيتعلمون في الأيام المقبلة. قلت لكم الفترة اللي فاتت كانت لياقة بدنية، بعد كده مستوى فني وتدريس فني ومحاضرات فنية وتكتيكية، بعد كده سيتم تجربة اللاعبين دول في مباريات بدوري النخبة. هل عدد المباريات هيكون 6 مباريات أو 10؟ إلى الآن الأمر مش معروف، ولكن على الأغلب هيكون من 3 إلى 5 مباريات ستتضمن بإذن الله إن شاء الله 6 أندية النخبة بالإضافة إلى لاعبي المنتخب السوري الأول للرجال وزملائهم في الأندية اللي بيلعبوا معاها. وأيضا تحدث الكابتن عبد القادر كدغلي إلى أن موضوع أن في 4 مباريات ودية للمنتخب السوري الأول للرجال سواء مع العراق أو أوزبكستان أو لبنان أو إيران، الأمر ده أصبح غير متوفر بكل أسف، ويمكن إحنا قبل كده أكدنا الكلام ده، ولكن هناك مباراتين وديتين وده كلام جديد سيتم الإعلان عنهم قريبا للمنتخب السوري الأول للرجال. إلى الآن لم يتم تحديد أي منتخبين هنلعب معاهم، ولكن على الأغلب هيكون المنتخب اللبناني ما بينهم، ولكن المباراتين بإذن الله هيكونوا على الأغلب في شهر 10 المقبل، لكن إلى الآن مفيش أي كلام رسمي أو مفيش أي كلام رسمي بشأن مين هم المنتخبين اللي هنلعب معاهم. وتعالوا نتحدث عن تصريحات السيد حاتم الغايب والتي كانت فيها بالنسبة لي مفاجآت. طبعا السيد حاتم الغايب ظهر أمس على قناة سما السورية وتحدث في برنامج اسمه تقريبا 90 دقيقة، لسه برنامج جديد بيقدمه أحد الممثلين السوريين
مش متذكر اسمه بالمناسبة أو للأمانة يعني، وتحدث الكابتن حاتم الغايب عن محمد عثمان وقال أنه ليس له صلة بمحمد عثمان وانتقاله إلى نادي الخريطيات وهو لا يتواصل معاه، ولكن الكابتن نبيل معلول تواصل مع محمد عثمان وإلى الآن لم يفصح عن وجهة نظر الكابتن نبيل معلول في انتقال محمد عثمان للخريطيات. وبالمناسبة محمد عثمان اسمه نزل بشكل رسمي مع نادي الخريطيات في تشكيلة جوجل، يمكن انت لما بتدخل وبتكتب على موقع جوجل لاعبي منتخب كذا لاعبي نادي الخريطيات، لو كتبت لاعبي نادي الخريطيات هتلاقي بكل أسف محمد عثمان موجود. انا بقول بكل أسف لان انا كان املي في محمد عثمان غير كده، ولكن طالما انتقل لا امامي وليس امامي وليس امام اي احد منا الا الدعاء لمحمد عثمان بالتوفيق. ايضا الكابتن نبيل الكابتن حاتم الغايب عذرا تحدث عن سيرجون ابراهام وقال انه هو الذي رشح اسم سيرجون ابراهام للكابتن نبيل معلول. اذا الكلام هنا اتغير، يمكن لجنة المحترفين السوريين تحدثوا على ان الكابتن نبيل معلول هو اللي اختار سيرجون ابراهام، وده فعلا هو اللي اختاره، ولكن اللي اقترح على الكابتن نبيل معلول اسم سيرجون ابراهام هو السيد حاتم الغايب، لاني شاف موهبة اللاعب في عدد من الفيديوهات، وللأمانة انا شايف فعلا اني سيرجون ابراهام لاعب مميز، وبالرغم من ان هو سنه مش صغير يعني 29 سنة يعني سنه مش صغير وكمان خبراته في الأندية مش كتير، ولكن اللاعب عنده لمسة مميزة جدا جدا في مركزه، هو مركزه الأساسي مهاجم تاني، واحيانا بيلعب صانع العاب واحيانا بيلعب خط وسط خط وسط بشكل صريح. ايضا الكابتن نبيل معلول تحدث امس في عدد كبير من التصريحات ويمكن كمان النهارده مع الاستاذ لطفي الاسطواني على اني في المعسكر المقبل سيكون السيد ضرار الداوي هو ما زال مساعدا للمدرب، ويمكن ده امر مختلف او امر غير اللي احنا كنا بنناقشه. الكابتن نبيل معلول اكد ان هو ما فيش بديل الى الان للسيد ضرار الداوي، وقال ان لا ممكن ما نغيرش الكابتن ضرار الداوي، ممكن يستمر، ممكن يكون مدرب تشرين وفي نفس الوقت مساعد للكابتن نبيل معلول، ولكن الى الان مفيش اي بديل رسمي للكابتن ضرار الداوي حسب تصريحات الكابتن نبيل معلول شخصيا. وايضا وقبل ان ندخل في فترة او في فقرة الرد على تعليقاتكم الكريمة، كنت عرضت ليكم امس بوست او منشور عشان تصوتوا او عشان تختاروا معايا هل نغير اسم قناة بحبك يا بلادي ولا ما نغيروش. وانا يمكن كان السبب الوحيد اللي كان مخليني عايز اغير الاسم هو ان انا اختار اسم معبر اكتر عن المحتوى، يمكن انا كل اللي بقدمه من فيديوهات هو عن كرة القدم السورية، ولما عملت التصويت صوت 1300 صوت ما شاء الله على المنتدى، وكانت النتيجة اني 40% منكم من اصدقائي يعني بيقولوا نعم غير الاسم، و60% بيقولوا لا تغير الاسم. إذن ونزولا الى رغبتكم لن نغير اسم قناة بحبك يا بلادي، وبالرغم من ان ناس كتيرة جدا جدا اكدت على اني يعني في اسماء اقوى، وناس كتيرة جدا جدا ارسلت لي في التعليقات اسماء طيبة جدا جدا بدلا من بحبك يا بلادي، ولكن طبعا في النهاية هي قناتكم وانا لن اغير الاسم بناء على 60% من الأصوات، يعني أكتر من حوالي 700 صوت قرروا أو اختاروا أني اسم قناة بحبك يا بلادي لا يتغير. وتعالوا نرد على بعض من تعليقاتكم الكريمة. والتعليق الأول من ألان خليل: محمد عثمان راح يشارك مع المنتخب، الأمر مرهون بمستوى محمد عثمان مع نادي الخريطيات ومرهون باختيار الكابتن نبيل معلول له. وتعليق آخر من إبراهيم المحمد: أخي أحمد، هل تم استبعاد مؤيد العجان عن المنتخب السوري؟ بس شتموا لنادي الاتحاد، وهل تم استبداله بجبريال السومي؟ أرجو الرد منك إذا بتسمح. لا، لم يتم استبعاد مؤيد العجان من تدريبات المنتخب السوري، هو تم استبعاده من المباريات الودية والرسمية لمدة 6 شهور من تاريخ عقوبته يعني. أما فكرة أن جبريال السومي دي مكانه، لا، مؤيد العجان إلى الآن موجود في معسكر المنتخب السوري وسيكون موجود غدا بإذن الله إن شاء الله في معسكر دمشق بإذن الله. وتعليق من سومر علي: هل سيغني خريبين؟ يعني هل سيتم الاستغناء عن خريبين؟ لا، الكابتن نبيل معلول لن يستغني عن عمر خريبين، وبالرغم من تراجع مستواه ولكن هو بالنسبة له خريبين وعلى حد قوله لاعب سوبر زي ما قال، أكد أكتر من مرة أن خريبين سوبر سوبر. وتعليق آخر من حسان ملحم:
هل هنالك احتمال بتراجع الاتحاد الاسيوي عن قراره واستكمال تصفيات كأس العالم في 2020؟ والله يا اخي الغالي كل الامور متوقعه، ولكن الاتحاد الاسيوي لكره القدم والاتحاد الدولي كمان يعني بتوا في الامر ده والى الان ما حددوش ميعاد، فقد يكون ما حددوش ميعاد ممكن يتراجعوا ممكن. وانا للامانه مستغرب القرار من الاتحاد الاسيوي لكره القدم، يعني احنا امامنا في 2020 اربع شهور، يعني ايه المانع ان انت تعمل الامر ده في شهر 12 مثلا، في اخر شهر كل الدول او كل المنتخبات تجمع في دوله ويتعمل التصفيات ونخلص من موضوع التصفيات ده عشان نتفرغ لما هو بعد ذلك من مباريات في الادوار اللي بعد كده. وتعليق اخير من اكس تي جيمر، انت قلت ممكن محمود داوود، لكن حسب مواقع التواصل الاجتماعي ان هو راح للمنتخب الالماني، ارجو منك الرد. محمود داوود الى الان لم يذهب للمنتخب الالماني الاول، هو لعب فقط مع المنتخب الالماني تحت سن 21 سنه. احاول اجيب لكم هو لعب كم مباراه تحديدا مع المنتخب الالماني. وفق الاحصائيات اللي مكتوبه فان محمود داوود لعب مع المنتخب الالماني تحت سن 18 سنه في عام 2014 مباراه واحده، ولعب مع المنتخب الالماني تحت سن 19 سنه ثلاث مباريات، ولم يسجل اهداف مع اي منتخب من المنتخبات اللي لعب معاها. ليه احنا بنتكلم عن محمود داوود؟ لان الكابتن نبيل معلول هو اللي مصر عليه، ويمكن اكتر من مره تحدث على ان هو هيجيبه، يعني هيجيبه. في نهايه الحلقه بشكركم جدا جدا على حسن المتابعه، بعتذر يمكن انا مجهد شويه النهارده، الجو حر جدا عندنا. شاركوني بالراي وقولوا لي الجو عندكم عامل ايه، سواء في سوريا او في اي دوله من الدول الاجنبيه او اي دوله من الدول العربيه. ولا يسعني في نهايه الحلقه الا ان اشكركم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.